هذا سيؤثر بشكل إيجابي من أجل دعم الربيع العربي بشكل عام، ومن أجل إكمال أهداف ثورتنا، الثورة الشبابية الشعبية والحفاظ عليها. هذا سيساعدنا بمعنى الكلمة على خط ملامح الحرية والمسك بها، وعدم السماح لأي أحد أو يتأل بأن يتجرأ بأن ينال من نضال الشعوب، بأن ينال من حرياتهم، من كرامتهم، من تطلعاتهم لمستقبل ولوطن رغيد، وطن الرفاهية والعيش الكريم وغير ذلك. فأنا يعني نعم، هذا اعتراف بالربيع العربي، وهذا اعتراف مشكور عليه، وأنا متأكدة بأنه بإذن الله ستكون هناك يعني المستقبل واعد، وأننا سنستطيع أو سنعمل على خلق شراكة حقيقية بين الشعوب العربية وبين الشعوب الإسلامية والغرب. أنا أنادي منذ فترة إلى تعايش الأديان، إلى حوار الأديان، إلى القبول بالآخر، إلى نبذ ثقافة الكراهية والتطرف والعنف. هذه من أهم الأشياء التي يجب علينا أن نسير بها جنبا إلى جنب مع مشوار انتزاعنا لحريتنا وكرامتنا، التي هي هذه الحرية والكرامة الآن التي ننتزعها من هذه الأنظمة المستبدة، هي التي تؤسس لهذا المجتمع الإنساني السوي.